هدفنا الأساسي هو إبلاغ رسالتنا كضحايا، إبلاغ رسالتنا كمغاربة، إبلاغ رسالتنا كمعذبين في أرض غير أرضنا وكضحايا لمجموعة مرتزقة استعملتها الجزائر في تمرير مؤامراتها ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية، والتي لا يمكن أن تكون إلا بامتدادها الجنوبي الذي تحاول الجزائر قصه بمقص، ولكن هيهات. فنحن كضحايا البوليساريو قطعا على أن رأينا المساندة، رأينا الدعم، رأينا كثير، ولكن هذا يعد قليل من الكثير الذي نرجوه من جميع شرائح المجتمع المغربي، من جميع الأحزاب المغربية، من جميع الفاعلين المغاربة. نتوخى منهم نوع من التكاثف، نوع من مؤازرتنا، نوع من أخذ بأيدينا، حتى يتم تعرئة فعلا ما كان يحاك وما كان يمارس من مؤامرات ضدنا، لأن جميع من اعتقل في البوليساريو هو دائما بتهمة انتمائه للمغرب، أو بدعوى ارتباطه بالمخابرات المغربية، أو بدعوى أنه مبعوث أو متآمر أو شيء من ذلك. فإذا نحن اليوم كضحايا نفند ذلك، ونعرف أن ما يقع من صراع أو تحال الجزائر التستر عليه، لماذا نحن ضحاياه؟ وإن كنا ضحاياه فالشعب المغربي كله ضحايا. فلذلك نرجو من الشعب المغربي ومن أحزابه السياسية ومن منظماته وحقوقيه على أنهم يؤازرون ويأخذوا بأيدينا ويساعدنا في أن نرافع من أجل أولا براءتنا التي لا نشك نحن فيها، ولحتى مساعدتنا في البحث عن رفات ذهبت أرواحها تحت تعذيب الجزائر، ورميت أجسادها إلى كلاب العسكر الجزائري في تلك السباخ. ونرجو على أن من جميع الفاعلين على المستوى المجتمع المغربي والشعب المغربي عامة أن يساعدونا في إيجاد لجنة دولية تستطيع أن بضمانات دولية أن تذهب إلى عين المكان وتجري بحوث وتنبش في تلك المقابر الجماعية التي بالنبش فيها سيكتشف قطعا عنه الكثير الكثير مما لا تتصوره الإنسانية أنه كان يقع. فالبوليساريو كانت تعمل خارج القانون لأنها لا تعترف بقانون ولا يحميها قانون، فهي بقواعدها العسكرية ليست أكثر من كونها منخرطين معسكرين في إطار الجيش الجزائري، يعطيهم السلاح ويعطيهم الراتب الشهري ويعطيهم الكلاشينكوف التي كان يحارب بها المغرب، وقطعا على أنه يعطيهم حتى العصية التي كانت تجلدنا نحن. ونحن الذين نجينا جئنا لمجتمع لنا كل الثقة على أن ننتمو له، ولنا كل الثقة على أن كما نتمنى أن يأخذ بأيدينا ويساعدنا ويخرج بنا من هذه، يساعدنا في الخروج من هذه الورطة وهذه المؤامرة التي تحاك في الطرف الثاني للحزام، شرق الحزام، من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو. وشكرا.